يوم 27 أفريل جمعية البرلمانيين التونسيين نظمت محاضرة بعنوان المصالحة استراتيجية من أجل دعم الوحدة الوطنية. يعني لا داعي للتعليق على منظمي المحاضرة هذه اللي تحمل عنوان سخيف جدا، يعني رموز نظام السابق، كلاب حراسة النظام السابق هي اللي نظمت المحاضرة هذه. هما ليسوا فقط يعني من الموظفين الكبار والا من بين الناس اللي تقلدوا مسؤوليات كبيره في عهد بن علي، بل هم ايضا ممثلي عصابات المال والسياسه في تونس. اليوم النقاش يدور على مجددا على المصالحه الوطنيه او ما يسموها المصالحه الوطنيه، ويتم الدفاع مجددا عن مشروع قانون تبييض الفساد اللي سبق انه رفضوا جزء كبير من الشعب ورفع شعار تو نتصالحوا كيف نتحاسبوا، يعني المحاسبه قبل كل شيء. النداء للقاء هذا صار في سريه مطلقه، وتم حتى يعني بعد ما حاولت مجموعه من عائله الشهداء والجرحى واعضاء حمله مانيش مسامح انهم يدخلوا المحاضره هذه ويعطيوا رايهم في الموضوع ويشاركوا بكل تحضر وبكل هدوء في النقاش هذا، تم منعهم من الدخول من الباب الخارجي للنزل، يعني ما خليونا ندخلوا للريسبسيون الداخل. سمعت بخبر اللي فما تجمعيين وحلفائهم اللي طالبين جايين هنا للمشتل باش يعملوا محاضرات وياخذوا القرار في المصالحه. احنا المعنيين بالامر، احنا عوائل الشهداء، احنا اللي تجرحنا واحنا اللي تظلمنا قانونيا واجتماعيا وانسانيا، احنا اللي دمرونا واحنا اللي فقدنا فلذات اكبادنا، توا هما يطلبوا في المصالحه. ما معنى المصالحه؟ المصالحه السياسيه تونس متاعنا كيف ما متاعهم، تونس تهمنا كيما تهمهم، اعطيني حقي، حاسب الظلمه، حاسب السفاحين، حاسب الجلادين، وبعد انا نطلب المصالحه، انا نجي نصالح على شرط نكون ناخذ حقي قانونيا في بلاد القانون. احنا جينا حبينا نواكبوا الحدث ونسمعوا شنو اقوالهم وشنية مخططاتهم الجهنميه، حبينا نسمعوها، لكن في المشتل، في اوتيل المشتل حرمونا ومنعونا وما خلوناش نمشوا نحضروا. انا والحق اللي ملتكوهم، الناس كلها تدخل الا عوائل الشهداء ما يدخلوش. تم منعنا اليوم كناشطين في المجتمع المدني وكناشطين في حمله مانيش مسامح من دخول نزل المشتل وين تتنظم ملتقى جمعيه برلمانيين تونسيين حول قانون المصالحة اللي يحضروه عدد من رجال السياسة في عهد بن علي مع عدد من الخبراء المدافعين على قانون المصالحة. هذا ما يثبت لنا إلا شيء واحد، أنه القانون هذا ضعيف إلى درجة أنه الناس هذه غير قادرة على استماع إلى رأي مخالف وتحب تسمع كان صدى صوتها. اليوم نحن ما نستغربوش من المنع هذا، لكن اللي نحب نأكد عليه وهو عائلات الشهداء معناها إلى جانبنا، انه القانون هذايا ماهوش باش يمر ولو نظموا 20,000 ندوه في السفارات او في الفنادق الفاخمه او في الغرف المغلقه، لانه القانون هذايا باش يرفضوا الشعب التونسي، والقانون هذايا نحن باش ننظموا كل اشكال الاحتجاج اللي باش نمنعوها انه يمر.